بين التجريد والتراث ضي، أشعله التشكيليان نوال الصريحي ومازن أحمد من خلال لوحاتهما وأعمالهما الفنية الإبداعية الموجودة في معرض ضي، والذي افتتحه رائد الفن التشكيلي هشام بن جابي. معرض ضي معرض يمتلك الخواص اللي تؤكد على جمال المعارض وعلى ثقل المعرض. الفنان مازن يعني قدم مجموعة من الأعمال الزيتية اللي تؤكد على جمال الفكر وعلى اختزال الروح يعني أيقونات أوجدها في العمل الفني. التراث والأصالة تؤكد على جمال هذه الأشياء، وكذلك في أعماله في هناك أحس تراثي قديم يملك يعني الحس الأسطوري إلى جلجامش وإلى غير بعض الأساطير العراقية، يعني أحاديث في داخله تتكلم. مزج الفنانان في لوحاتهما بين التقنيات الحديثة بأسلوب تجريدي، وتفننا في اختزال التراث وتوظيف الزخارف على لوحاتهما بشكل تأثيري، مما أضفى روحاً تفاعلية بين اللوحات والجمهور. هذا المعرض، معرض ضي، هو مشترك بيني وبين فنان استرالي. نتكلم فيه عن الإنسان وعلاقته بالآخر، علاقته بالأرض. بالنسبة لأعمالي، هناك درست فيها التقشف اللوني في مجتمعي، في أرضي. كان حصيلة الإنسان مع معاناته، فرحه، حزنه، كذلك بعد الأزمات التي مرت على العالم، فكانت حصيلة هذا الضي اللي نتمنى إنه يكون بداية جديدة لعالم جديد. الهدف من المشاركة يعني قادم من مكان بعيد، من أستراليا، بأعمالي الفنية. يعني عندي إيمان تام بالمشاهد السعودي، بثقافته، بوعي الفني، بقيمة الحركة التشكيلية للفنانين السعوديين، وتواصل المشاهد السعودي مع الحركة التشكيلية وحضور المميز دائما للمعارض، فهمه وقراءاته وتذوقه للفن. لذلك حبيت أن أكون قريب من هذا المشاهد الخاص، من هذا الحضور، من هذا الجمهور اللي يحب الفن. والله أولا هو معرض فني، وبطبيعة الإنسان يعشق الفن ويهوى الجمال، والحمد لله بلدنا مليئة بالفن والجمال، فحضرت أشارك وأشاهد الموجود في هذه الصالة. عجبني كثيرا هذه اللوحات، قد يراها المشاهد يعتبرها يعني أشياء غير واضحة، لكنها تعبر عن تاريخ البلد، عن حضارة البلد، عن الأرض وطبيعتها وكينونتها. وطبعا أنا لست فنانا، ولكن هذا اللي استشعرته كزائر لهذا المعرض. استطاعت المعارض الفنية جذب انتباه الكثير من المهتمين، حيث يرون أن زيارتهم لهذه المعارض نزهة فنية راقية. لقناة إقرأ من جدة، أحمد الشبيلي.